والتتار يتبعون أثره، ثم عاد إلى مدينة مازندران مرة أخرى في فرار فاضح مخزي، ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة طبرستان، وكان حينها على ساحل البحر، فوجد سفينة ركب فيها وهرب بها في عمق البحر، وجاء التتار ووقفوا على ساحل البحر ولم يجدوا ما يركبوه خلفه، فنجحت خطة محمد بن خوارزم في فراره المخزي إلى جزيرة في وسط بحر قزوين، وهناك رضي بالبقاء في قلعة قديمة كانت هذه القلعة في هذه الجزيرة، وعاش في فقر شديد وحياة صعبة، وهو الملك الذي ملك بلادا كبيرة وأموالا لا تحصى، ولكن رضي بذلك لكي يفر من الموت. وسبحان الله، ما هي إلا أيام ومات محمد بن خوارزم شاه، مات في هذه الجزيرة النائية بداخل القلعة، مات وحيدا طريدا شريدا فقيرا، حتى إنهم لم يجدوا ما يكفنوه فيه، فكفنوه في فراشه.